المنتج يوسف حرب، اهلا وسهلا فيك عبر كاميرا ميوزك نيشن. اهلا وسهلا فيك. بلا منتج بلا شيء، خلص يوسف حرب. لا حضرتك منتج ومنتج كبير، على طول عم تقدم لنا اجمل الحفلات وعم تعملنا احلى الاجواء مع اكبر نجوم الوطن العربي، وهلا نحن بسحور ستارز اون بورد ونجاح تلو النجاح، وهيدي السنه تقريبا الرابعه او الخامسه. هيدي الباخره اللي هي رح تكون الرابعه. ثانك يو انه عم تقلي منتج. منتج كلمه كثير كبيره، بده واحد يكون يعني يحمل هاللقب وعن جد يكمل فيه. انا بشوف انه انا بعدني يوسف حرب، ما بستاهل انه انا بعدني اكون اخذ هاللقب هيدا انه منتج. صراحه بقول لك استاذ يوسف، لما تجمع هالكم الكبير من اهم نجوم الوطن العربي ببوت واحده، هذا الشيء بيساعدك انه عم تجمع كل هالنجوم بشخص واحد عم يجمعهم، مش انه شركه كبيره. هذا الفضل ما بيعود بس لإلي، هذا بيعود الفضل للفنانين هن ذاتهم، يعني اللي انا عم اشتغل معهم، للمحبه اللي في بيني وبينهم، للصداقه، للعشره عمر اللي انا يعني عشت معهم. رحنا سوا، جينا سوا، عشنا على الحلوه على المره، فيك تقول 28 سنه يعني رفقه عمر معهم. لذلك بعتبرها انا هيدي اللي خلت الصداقه وال الأشياء اللي نحن بيناتنا تقدر أنا يوسف حرب إجمعهم على باخرة بجامعة واحدة. كل سنة عم بيكون في مفاجآت جديدة وأشياء جديدة عم تنضاف لستارز أون بورد، هالسنة شو محضر للعالم؟ هالسنة محضرين نحن باخرة جديدة، ديستنيشن جديد، أكتوبر 20 ل 24، أربعة أيام، ميني فيكيشن، مغيرين شوي بالفنانين، جايبين فنانين شوي حبوا يشاركوا معنا هالفترة يعني، وكان هيدا مثل ما بيقول شرف لنا. ما بعرف اذا انت شفت الويب سايت sobc.me.me صح؟ يعني مع حفظ الالقاب لكل الفنانين، كاظم الساهر، نجوى كرم، هيفا وهبي، وائل جسار، محمد عساف، ملحم زين. اذا انا نسيت حدا بعتذر، بس انه مبدئيا هو اكيد في معنا فنانين وفنانات، قصي خولي، حسن رداد، ليليا أطرش، نسرين طافش، مريم حسين، إعلاميين من أم بي سي، لجين عمران، جميل ظاهر، وعد كتير يعني. يعني هيدا الشيء المميز بهالرحلة. حضرتك على طول تفاجئنا بالمشاريع المهمة والضخمة والمميزة، هل في مشروع عم تحضر له حاليا غير ستارز أون بورد؟ أكيد نحن عم نحضر هلا لمشروع 2016 إن شاء الله بجولاي، ولمدة 7 أيام هالمرة، نفسها هي ذات الباخرة بس مدة 7 أيام بالصيف. أكيد رح يكون في فنانين منهم هني ذاتهم اللي شاركوا واللي شاركوا من قبل، وفي رح يكون كمان فنانين يشاركوا كمان معنا جديد. بقى الأكيد السربرايز اللي نحنا رح نعلنها، مش رح نعلنها هلأ، نخليها سربرايز. شكرا لك على هذه المقابلة، وشو بتحب تتوجه بكلمة أخيرة عبر كاميرا ميوزك نيشن؟ بدي أقول له لميوزك نيشن you are the best، وبدي أقول له للناس اللي هني رايحين على الكروز بنشوفهم هنيك، واللي مش رايحين if you are not there you're not anywhere.